السائل يستفسر عن الآية الكريمة: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذا أن الحياة الدنيا لعب وله، لعب بالأبدان ولهو بالقلوب، وبين أن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني هي الحياة الكاملة التي ليس فيها نقص. وهذا كقوله تعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، لأنها حياة ليس بعدها موت، فصارت هي الحياة الحقيقية، فصارت هي الحياة الحقيقية. وهذا هو معنى قوله لا هي الحيوان، أي لا هي الحياة الكاملة من كل وجه. نعم.